مساء الخير واهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان مساء الخير فرضية الارهاب مرجحة مصريا ويونانيا وامريكيا في سقوط الطائرة المصرية قبالة جزيرة كريت فيما يسود باريس اهتمام رئاسي وحكومي وشعبي بحادث الطائرة التي كانت تقل 66 راكبا بينهم 15 فرنسيا هذا الحادث استقطب اهتماما واسع النطاق حجب تطورات مهمة في الشرق الأوسط لا سيما الإعلان الفرنسي عن مؤتمر للقضية الفلسطينية في 3 حزيران وكذلك كلام الأمين العام للأمم المتحدة عن دعوة البلدان التي يقتض فيها النازحون السوريون إلى توطينهم وتجنيسهم مساله النازحين استحوذت على قسم كبير من محادثات مجلس الوزراء الذي ما زال منعقدا في السراي الحكومي وعلى جدول عمله اكثر من مئه وعشرين بندا وعلى الصعيد النيابي انقسمت اللجان في الجلسه المشتركه بين مؤيد للنسبيه في قانون الانتخاب ورافض لها في وقت شددت كتله المستقبل على قانون المختلط ومن المعروف ان وثيقه الوفاق الوطني تنص على قانون انتخاب على اساس المحافظات ويستند ايضا الى النسبيه في المناطق والطوائف ومن المعلوم ان مبادره الرئيس نبيه بري تتضمن سله حول حلول متدرجه، أولها قانون الستين إذا لم يتم الوصول إلى قانون انتخابي جديد، وثانيها إجراء الانتخاب، وثالثها انتخاب هيئة مكتب المجلس ورئيس الجمهورية جديد، ورابعها قيام حكومة جديدة. بداية مع حدوث تحطم الطائرة المصرية وترجيح فرضية العمل الإرهابي. فقد الاتصال بطائرة ايرباص 320 لمصر للطيران في الرحلة رقم ام اس 804 في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة فوق البحر المتوسط على بعد 280 كيلومترا من السواحل المصرية وهي في طريقها من باريس الى القاهرة على متنها ركاب من 12 عشرة جنسية 15 فرنسياً، 30 مصرياً، وعراقياً، وبريطاني، وبلجيكي، وكويتي، وسعودي، وسوداني، وتشادي، وبرتغالي، وجزائري، وكندي. الركاب الستة والخمسون بينهم طفل ورضيعان بالإضافة إلى عشرة من أفراد الطاقم مصر للطيران حرصت على استقبال أسر وأهالي الركاب في أحد الأماكن القريبة للمطار وتم توفير عدد من الأطباء والمترجمين وكل الخدمات اللازمة لأسرهم في خلال وجودهم في مطار القاهرة الدولي انتهى الاتصال بها في نقطة معينة أو في موقع معين وجاري البحث في هذا الموقع <applause> لا في 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 بيان فعلا من القوات المسلحه بيقولوا ان هم تلقوا مش استغاثه تلقوا يعني اشاره ولكن جاري التاكد من من هذا وفي وحدات دفعت بها القوات المسلحه وحدات طائرات وقوات بحريه هتتواجد في منطقه البحث ان شاء الله وفي ايضا تنسيق مع الجانب اليوناني وفي طائرات من الجانب اليوناني بتبحث في المنطقه وذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كنترول أن الأحوال الجوية لم تكن سيئة في الوقت ولم يجر تحديد ما الذي حصل للطائرة التي سقطت وبعثت السلطات المصرية واليونانية والفرنسية طائرات وقوارب للمساعدة في البحث عن الطائرة فيما ذكرت سي أن 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 المؤشرات تدل على أن قنبلة هي التي أسقطت الطائرة فيما ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن فرضية الإرهاب موجودة يورو كنترول أكدت أن الحادث لم يؤثر في شكل كبير على الحركه الجويه في الوقت الحالي على رغم وجود أنشطة بحث وإنقاذ في المنطقة، وقالت مصادر من وزارة الدفاع اليونانية أن فرقات يونانية تبحث عن طائرة مصر للطيران المفقودة، وقد رُصد جسمان بلاستيكيان كبيران في البحر على مسافة 370 كيلومتراً جنوب جزيرة كريت، وأضافت أنه يبدو أن الجسمين جزئان بلاستيكيان باللونين الأبيض والأحمر، ورُصدا في منطقة انطلقت منها إشارة إرسال في وقت سابق، وبثت قناة أي آر التلفزيونية اليونانية معلومات مماثله قائلة ان جسمين باللون البرتقالي رصدا في نفس المنطقه وتساعد طائره امريكيه كما اعلن البنتاغون في عمليه البحث وزير الخارجيه المصري والفرنسي بحثا في تداعيات فقدان الطائره المصريه فيما أعلنت وزاره الخارجيه المصريه عن التعاون الوثيق والتواصل بين فرنسا ومصر خلال الفتره المقبله للوقوف على اسباب سقوط الطائره وزير الخارجيه الفرنسي ومارك مارك ايرولت اوضح ان الطائره المصريه سقطت قبل 20 دقيقه من هبوطها لا في إلى أننا عرضنا مساعدة مصر في عمليات البحث مجلس الوزراء منعقد في السراي الحكومي والعقوبات على حزب الله وملف النازحين السوريين في ضوء كلام الأمين العام للأمم المتحدة على طاولة البحث كل التفاصيل مباشرة من السراي الحكومي مع زميلة دينا رمضان طبارة دينا مساء الخير ما هي الأجواء التي تخيم على جلسة مجلس الوزراء؟ <applause> نعم ندى مساء الخير لك ولفريق العمل بالحقيقه كما ذكرت مجلس الوزراء ملتئم منذ الرابعه والنصف برئاسه رئيس الحكومه تمام سلام وعلى جدول الاعمال 120 بندا هي بنود مرحله من الاسبوع الماضي في بدايه الجلسه ندى اثار وزير البيئه محمد المشنوق موضوع سد جنه في اطار تقرير يشرح انه غير ملائم بالشروط البيئيه الدوليه والمحليه و اعترض على اعطاء الاوامر اذا صح التعبير من قبل وزير الزراعه في العمل في محيط سد جني ووافق وافقه في هذا الامر وزراء الكتائب ولكن الرئيس سلام لم يرد ان تبحث الامور السياسيه في مستهل جلسه مجلس الوزراء لانه يريد احتواء كل اي ازمه تحصل في مجلس الوزراء خصوصا انه يريد تمرير مرحله الانتخابات البلديه والاختياريه على خير دون سجلات سياسيه ولذلك أرجأ الكلام السياسي الى نهايه هذه الجلسه أه بنود جدول الاعمال كما ذكرت اكثر من 120 بندا بحدود 120 بندا البند 55 المتعلق بتلفزيون لبنان اثير وقد ارجئ الى الاسبوع المقبل ايضا هناك وزراء ارادوا ان يبحث ضمن اليه وهناك عدد اخر من الوزراء ان يبحث هذا الموضوع من خارج الاليه وعليه تقرر بطلب من رئيس مج مجلس الوزراء تمام سلام ان يكون هذا الامر على طاوله مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. في المواقف المتعلقه بالنسبه لكلام الامين العام للامم المتحده كيمون حول توطين السوريين في لبنان، فهم ان التقرير الذي كان اعده بنكيمون هو من 26 صفحه وكرر فيه عباره تجنيس السوريين سبع مرات في التقرير، وهو ما اثار حفيظه بعض الوزراء خصوصا بعد الكلام الاخير للوزيرين رشيد درباس وجبران باسيل، فكان كلام ايضا للوزير رياس صعب. الذي أشار إلى أن هذا الأمر غير مقبول وهو اليوم استوضح من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروه وقالوا له أنه أن هذا الكلام فهم على غير محمله فشدد الوزير الياس بوصعب أمام الوفد الأوروبي على ضرورة فهم هذا الكلام لأنه يسيء إلى لبنان كذلك فإن الوزير ألا حكيم رفض هذا الموضوع وكذلك الوزير سجعان قزي قال لم يتجرأ أي من المسؤولين الدوليين منذ العام 48 من القرن الماضي أن يتحدث معنا في موضوع التوطين خصوصا موضوع توطين الفلسطينيين إذا هذه المسألة كانت أسيرة قبل جلسة مجلس الوزراء في المواقف قبل هذه الجلسة وعليه فإن هذا الموضوع قد يبحث في نهاية هذه الجلسة بعد الانتهاء من جدول الأعمال المقرر وكان الوزير ياسبو صعب أشار أيضا في مستهل وصوله الى السراي وحديثه مع الاعلاميين تحدث عن موضوع المتعاقدين في الجامعه اللبنانيه قال ان الملف الأمانة العام لمجلس الوزراء ولكنه لم يوضع حتى الساعه على جدول اعمال مجلس الوزراء وهو ما يطالب به اذا الجلسه ندى مستمره حتى هذه الساعه من المتوقع ان تنتهي بعد ساعه من الوقت لنسمع المقررات التي سيدلي بها وزير الاعلام رمز الجيش مباشره على الهواء عبر شاشه تلفزيون لبنان ندى شكرا دينا وطبعا سنعود معك فور انتهاء هذه الجلسة اللجان النيابية المشتركة اتفقت على تكثيف الاجتماعات لبحث قانون الانتخاب بمعدل اجتماعين في الأسبوع والخلاف لازال يتمحور حول النظام الانتخابي وحجم الدوائر انقسمت الاراء في اللجان النيابيه المشتركه بين من راى ان جلسه اليوم حققت تقدما ملحوظا بحصر النقاش بدءا من الجلسه المقبله بقانون المختلط فقط عبر اقتراحين واحد مقدم من الرئيس بري والثاني الثلاثي مقدم من القوات الاشتراكي والمستقبل وبين راي اخر راى ان المسار الذي يسلكه النقاش يصب في اطار المماطله والتسويف وتعقيد النقاش كمقدمه للاطاحه به صاحب هذا الراي كل من النائب الاعون وعلي فياض. قانون الستين عاد ليطل براسه وان من باب اتهام من يعقد النقاش بانه يريد العوده الى قانون الستين. النائب فريد مكاري الذي راس الجلسه لفت الى ان النقاش تركز حول زياده الاعضاء ليشمل المغتربين وان المبدا النسبي لقي انقساما بين مؤيد ومعارض لذا تم الاتفاق على ان يحصر النقاش في المختلط في الجلسه المقبله في السادس والعشرين من الشهر الحالي. وزير المغتربين جبران باسيل شدد على إشراك المغتربين عبر الاقتراع لستة نواب النائب سامي جميل طالب بتقسيم الأقضية أو اعتماد الدائرة الفردية النائب جورج عدوان هاجم قانون 60 لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح وراء أن جلسة اليوم تثبت أننا دخلنا في العمل الذي يمكن أن ينتج قانونا وهو البحث بالمختلط النائب أحمد فتفد أكد أن طيار المستقبل ليس مستعدا بالمطلق للقبول بالنسبة في ظل الوضع الراهن ومصرون على المختلط النائب إبراهيم كنعان شدد على وجوب الأخذ بالإصلاحات كمراقبة المال الانتخابي النائب علي فياض صوب على من يصور النسبي وكانه كارثه وهو وضع من اجل المجتمعات التعدديه كالمجتمع اللبناني ومن يريد الوصول الى تسويه يجب ان يخرج من جلدته الحزبيه الى المعيار الواحد. النائب الا رأى ان اللجان دخلت في مرحله المراوحه لكسب الوقت بانتظار ان تنضج الظروف حول طاوله الحوار حول مبادره الرئيس نبيه بري. لحظات مع الاعلان ثم نتابع هذه النشره. ونواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان مجلس المفتي راى ان انتخاب رئيس للجمهوريه في مقدمه الاولويات التي ينبغي انجازها وهو الاساس لانجاز اي استحقاق اخر تشديد على أهمية دور العلماء بتوعية الناس بشؤون دينهم عبر عنه مجلس المفتين مشيرا في بيان عقب اجتماعه برئاسه مفتي الجمهوريه اللبنانيه الشيخ عبد اللطيف دريان الى ان تعاليم الاسلام من شانها حل الاشكاليات الاجتماعيه والاخلاقيه كافه، لكونها ضمانه دائمه في حفظ المجتمعات من افه الفتن والفساد. المجلس دعا كل المسؤولين الى العمل على انهاء الفراغ الرئاسي باسرع وقت ممكن. اكد مجلس المفتين أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الصحيح والأساس لإنجاز أي استحقاق نيابي وحكومي فلا يمكن إقرار أي, أي قانون انتخابي جديد بغياب رئيس للجمهورية فانتخاب رئيس هو في مقدمة الأولويات التي ينبغي إجراؤها وأشاد المجلس بالأجواء والمناخات الهادئة التي رافقت الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من المناطق اللبنانية. عبر من خلالها المواطن عن رأيه بحرية وشفافية بعيداً عن أي مشاكل تذكر. المجلس الذي جدد دعمه الشعب الفلسطيني أدان المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري. داعيا المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذه الأزمة رئيس الحكومة تمام سلام أبرقا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل معزيا بضحايا الطائرة المصرية وفي السراي الرئيس سلام التقى كبير مديري العمليات العالمية في منظمة العفو الدولية والمديرة الأقليمية للمنظمة رندا حبيب الرئيس سلام التقى رئيس نادي اليخوت ربيع سالم تلقى الرئيس سعد الحريري دعوة من وفد من المعهد العالي للأعمال في لبنان برئاسة رئيس المعهد صفاء تليل للمشاركة في احتفال عيد العشرين لإنشاء هذا المعهد أتلي أوضح أنه في هذه الذكرى نود أن نحتفي بأحد المؤسسين وهو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال في السابع والعشرين من الجاري سيكون هناك يوم كامل مخصص للاحتفال وفي هذا اليوم سنطلق ورشة إنشاء المركز الجديد الذي يحمل اسم الرئيس رفيق الحريري والممول من بنك البحر المتوسط الرئيس الحريري تلقى أيضا من وفد من جامعة بيروت العربية دعوة لحضور الحفل الغنائي الذي تحييه الفنانة ماجد الرومي رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن العلاقة مع التيار الوطني الحر لن تهتز ولا يمكن فصل السياسة عن الإنماء أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن العلاقة مع التيار الوطني الحر لن تهتز لافتا إلى أنه تم الاتفاق في الكثير من البلديات ولم يتم في البعض الآخر وقال أمام وفد من بلدة زو مكايل برئاسة رئيس البلدية الياس أيوب بعينه الذي فازت لائحته نبض زو مكايل بكامل أعضائها في الانتخابات البلدية إننا في جوني مثلا كل المعركة كانت بين جواح بيش ونعمة فريم اللذين هما صديقان لنا وكنا نتباحث مع التيار الوطني الحر منذ ثلاثه اشهر لايجاد حل ولكن لم ننجح من تجنيب جوني المعركه اضاف كنا متحالفين مع التيار في العشرات من الب... البلديات، الضاحية الجنوبيه مثلا شهدنا لوائح ضد تحالف حزب الله وحركه امل لم يتم الاضاءه عليها، وفي الشوف مثلا شهدنا لوائح متنافسه من الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن انصب كل التركيز فقط على البلديات التي تنافس فيها القوات والتيار، جعجع اكد انه لا يمكن فصل السياسه عن الانماء، فالحكومه مثلا من مهماتها تحسين الطرقات وتوصيل المياه وتامين الكهرباء. أليس هذا إنماء؟ كل شيء يعود إلى السياسة ولكن المشكلة هي في الحززيات السياسية فالأحزاب السياسية تسعى إلى إيصال أشخاص إلى المجلس البلدي مع مشروع وداخل المجلس البلدي يعملون من أجل الإنماء جعجع الذي التقى مجلس بلديه بشوات التي فازت بالتزكيه عرض مع المنسقه الخاصه للامم المتحده في لبنان سيجريت كاغ الاوضاع السياسيه الراهنه في لبنان والمنطقه من جهه اخرى استقبل جعجع لائحه جزين المؤلفه من تحالف القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر والكتائب والوزير السابق ادمورز والعائلات وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى جنوب أفريقيا في زيارة رعوية تستمر خمسة أيام وترأس قداسا في كنيسة سيدة الأرز التابعة لجمعية المرسلين اللبنانيين قبل أن يتوجه إلى العاصمة حيث أقامت السفارة اللبنانية استقبالا على شرفه حضره سفراء ومسؤولون من أبناء الجالية اللبنانية كرّمت طرابلس بدعوة من بلديتها توفيق سلطان في احتفال حضره الرئيس نجيب ميقاتي والوزير رشيد درباس وحشد من الشخصيات الرسمية والدينية وفي كلمته قال سلطان طرابلس جزء من لبنان فإذا كان موقع رئيس الجمهورية شاغرا ومجلس النواب معطلا ومجلس الوزراء يعمل بالقطعه والنفايات تعم البلد فلا تؤاخذ بلديه طرابلس على التقصير ومن الظلم ان تلقى كل تبعات التقصير على المجلس البلدي المنتهي ولايته وعشية انتخاب مجلس بلدي جديد لمدينة طرابلس أمل السلطان أن تكون نقلة نوعية رغم مسلكية تأليف اللائحة لا تختلف عن جرى للمجلس المنتهي ولايته وليعلم كل ما يتعاطى بالتأليف أنه سيكون مسؤولا أمام المواطنين بقدر مسؤولية المجلس الجديد إن لم تكن أكثر طرابلس جزء من لبنان فإذا كان موقع رئيس الجمهورية شاغل ومجلس النواب معطل ومجلس الوزراء يعمل بالقطعه والنفايات تعم البلد فلا تؤاخذ بلديه طرابلس على التقصير وحدها فمن الظلم ان تلقى كل تبعات التقصير على المجلس البلدي المنتهي ولايته هذا الكلام هو من ضميري كما تعودت ان اقول الحق ولو على نفسي اليوم ونحن في عشيه انتخاب مجلس بلدي جديد لمدينه طرابلس آمل أن تكون نقل نوعية رغم أن مسلكية تأليف اللائحة لا تختلف كثيرا عما جرى للمجلس المتهيأ ولايته أخبار محلية في هذه الصفحة عرض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليس عودي الأوضاع مع الوزير السابق جان بيد استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن السفير الياباني تم اليوم في بلدة جوية أعلان لائحة الوفاء والتنمية بحضور الوزير محمد فنيش الذي دعا إلى الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد وإلى الفقرة الاقتصادية مع الزميل ندى الحوت اسبوع لبنان في سلطنة عمان خطوة اطلقها رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في عمان رضا بن جمعة آل صالح، شقير اعلن ان المعرض سيتم في تشرين الاول المقبل في عمان ويضم منتجات لبنانية وخدمات لبنانية اضافة الى لقاءات عمل ثنائية بين رجال اعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في عمان رضا بن جمعة آل صالح اكد وجود فرص استثمارية واعدة في الكثير من القطاعات أصحاب العمل في لبنان ومن مختلف القطاعات المشاركة في أسبوع لبنان لأنه يشكل فرصة مهمة لهم للتعرف على الفرص المتاحة الاقتصادية رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات في غرفة التجارة والصناعة إلي رزق أكد أن الهدف من إقامة أسبوع لبنان في سلطنة عمان هي لترسيخ العلاقات الاقتصادية وفتح السوق العمانية أمام المنتجات الصناعية والخدمات اللبنانية على مختلف أنواعها والأخبار الإقليمية والدولية بعد الفصل ونواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان إلى الملف السوري الأسد يهاجم بعض الدول الغربية ودميستورا متخوف من عدم وصول المساعدات والمعارك تحتدم في حمص وحلب والغوطه بعد يومين علي انتهاء مؤتمر فيينا وانطلاق المساعي لتحديد موعد ثابت لمعاوده مفاوضات جنيف السوريه برعايه المبعوث الاممي ستيفان دي مستوره حذر الاخير من خطر كبير في حال تعذر ادخال المواد الاغاثيه الي مناطق سوريه عده في هذا الوقت رأى الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله نائب وزيره العلاقات والتعاون الدولي في جنوب افريقيا ان الغرب لا يريد شركاء وانما دول تابعه له لا تملك استقلاليه في قرارها. في هذا الوقت بدأ الجيش السوري الحكومي عمليات عسكريه على محاور عده في الغوطه الشرقيه لدمشق ضد الفصائل المعارضه وكان الجيش الحكومي سيطر على بلده دير السفير الاستراتيجيه قرب دمشق وفي حمص دارت اشتباكات عنيفة في الريف كذلك في جنوب حلب وشمالها في فلسطين المحتلة الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني وقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية في خلال الأيام الأربعة الماضية العشرين سياسيا تناول وزير خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرجيلا روفا جون كاري في اتصال هاتفي بينهما تطورات الاتصالات الدولية من اجل احياء محادثات التسوية على المسار الفلسطيني الاسرائيلي. والى صفحة أخبار دولية من العالم. العاصفة القادمة إلى كندا تريح بعض الشيء رجال الإطفاء الذين يحاربون الحريق الذي لا يزال منتشرا في غابات فورت ماكوري منذ أكثر من أسبوعين. وفي الصين عاصفة رملية تضرب البلاد أسفرت عن انعدام الرؤية في بعض المناطق تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ أكثر من ألف شخص من المهاجرين غير الشرعيين في خلال رحلتهم إلى إيطاليا خلال الأيام الماضية نشرت السلطات النيجيرية صورا لطالبة كانت محتجزة لدى جماعة بوكو حرام من ضمن أكثر من 200 طالبة اختطفنا لدى هذه الجماعة في ألاسكا نشر فيديو لرجل احتجز داخل سيارته وهي تحترق فيما تمكنت الشرطة من سحبه ختاما جرى مساء اليوم سحب لنصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى وهي 200 مليون ليرة والورقة تحمل الرقم 16 من 125 فئة مبروك للربحين وإلى هنا تنتهي نشاطنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء إلى اللقاء <applause>